خالد النبوي. خالد النبوي. بحبه قوي يعني. كده في يعني ما مش عايزه اقول افلام، بس هو انا شفت فيلم له، هو فيلم مشهور طبعا وكبير، وزميلة عزيزة وزي القمر عملته الجانب، بس انا لغاية دلوقتي انا هموت نفسي كنت امثل قدامه وهو حالة كده يعني. كنت طبعا انا ما حلمتش ان انا امثل قدام استاذ عادل، فهو حلم اتحقق لي. من احلامي تاني ان انا كنت امثل مع نضال، ومثلت معاه وخالد النبوي. طب ايه اغرب موقف حصل لك وانت بتمثلي؟ والله مش يعني مش حاجه حضراني، بس انا ببقى مستمتعه جدا مع اي كرو انا بشتغل معاهم، وسبحان الله انا حظي كان حلو قوي. كل الناس اللي اشتغلت معاهم وكل اللوكيشن اللي اشتغلت فيه كان حلو وفاكك، ومش عامل عليا ستريس، او يمكن كمان انا لغايه دلوقتي برضو ما عملتش الحاجه الكبيره جدا اللي انا نفسي فيها، اللي تخليني ابقى جوه ستريس من الشخصيه، فاحس مثلا بتوتر حواليا. فانا لا، ببقى داخله ومستمتعه، ببقى قاعده بتفرج على الفنانين اللي انا كنت ببقى عشان انت بتحبي الشغلانه دي قوي. عشان كده. طب انت بتحضري لايه دلوقتي يا جيهان؟ انا دلوقتي بصور شارع 9 ولسه مخلصه زي القمر، حدوتة وانا قابلت مع ايتن وبس. طب عامله ايه الدور في شقه 9؟ شارع 9 عامله في هبه مرات الدكتور وليد، جوزها بيخونها مع اعز صاحباتها وبيتجوزها وبيخلف منها، وبتكتشف بعد كده ان جوزها ان صاحبه عمرها خانتها. طب قولي لي يا جيهان، بعيدا عن الاسئله الفنيه، لو انت في حياتك الشخصيه تعرضتي لموقف زي ده تعملي ايه؟ بامانه تعملي ايه؟ يعني انت متجوزه وفجاه اكتشفتي بعد الشر يعني ان جوزك خانك مع صديقتك وكده، فانت تتصرفي ازاي؟ هاي يعني هحرمها هي من وجودي في حياتها، عشان انا شايفه ان الخيانه مش من الزوج، هي الخيانه من الصحبه، عشان احنا كاصحاب مفيش بينا وبين بعض صله دم ولا ورقه بتربطنا مع بعض، اذا كانت بتقول ان انت بنتي او اختي او مرأة يعني. لكن هو ممكن بالورقه دي لو خلصت، هو غريب مهما كانت المشاعر، فناس كتير